دراري صباح الخير عليكم. جيت اليوم للاسف عند بالي تشيكيت لاول غادي تكون شي 2 متر صباح دابا لاول طاحش والحرف زياده حتى العشيه. احنا في اسفي راس الفا كنت معول جيت باش نسير فيها ساعه صراحه ما دخلتش لاول مزيان جوج. المهم مرحبا بكم في فلوك جديد ان شاء الله غنديروا تريب لو سود ونشوفوا كيفاش غادي يدوز. نحاول نصور السيرف الموج هنايا.
اس في راس الفع دازت من احسن لي زيكسبيريونس عندي تسيرف. الجو زوين، موجه دروات بارفيت، ولقيت احسن شرحي من عند لي لوكال ديال اس في. الصراحه ما لقيت حتى مشكل، حتى واحد ما قطع عليا الحمد لله، وتعرفت على ناس جداد. تحيه لولاد اس في، ولاد راس الفع كاملين، مرحبا بكم في لابلاج ديال الرباط. سيرفوا معنا دي برو سيرفر بحال بيلي كامبر، جيروم، وابراهيم ايدوش. صراحه كتشوف كل المغرب الحمد لله عندنا موجه زوينه، وعندنا دي فري سيرفر بواحد النيفو اللي هو طالع وكيهزو الطرابو المغرب للفوق. ما تنساوش لايك وسبسكرايب وبارطاجيو.